البنات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جيت بغيت نشارك معكم كعبة الغزال، الكعبة البلدية. المهم في هذه الأثناء أنا غنستعين بالثيرموميكس باش نسهل عليا الأمور، ولا إلا ما عندكمش ثيرموميكس غتستعملوا نتوما الآلات، يعني باغي بحال بحال. ألوغ في هذه الأثناء دابا غادي نوجد العقدة، العقدة اللي كتصلح لجميع أنواع اللوز، هي كاينة عقدة وحدة. وغنوجدو ابري لاباس ديال اللوز، هي بات وحده، عجين وحده، يعني كتستعملوها في جميع انواع حلويات اللوز. الوغ هنايا دابا غادي نوجدو العقده. المهم بالنسبه انا ديجا هنايا ما فيلميتش معكم، ما صورتش، انا ديجا طحنت اللوز هنايا في الثيرموميكس مع السنيده، خديت 500 غرام ديال اللوز و250 غرام ديال السنيده وطحنتهم في الثيرموميكس. سمحوا لي ما كنتش ناوي نصور، ولاني قلت الاخر لحظه قلت خليني نشارك معكم هاد الحليوه هذه ديالي انا. المهم 500 غرام ديال اللوز طحنتها مع 250 غرام ديال السنيده. هنايا زدت عليها 25 غرام ديال الزبده دايبه، 25 غرام 25 غرام. هنايا دابا غادي نزيد المزهر، عندي 20 غرام ديال المزهر. الثيرموميكس يعني درت البالونس كنعبر به نيشان 20 غرام ديال المزهر. هنا كندير كل شيء او ميم طون. صافي، وغنزيد واحد القبيصه الملحه، ضروري من قبيصه الملحه. المهم دابا هنايا البنات بالنسبه اللي عندها الثيرموميكس كدير كل شيء في مره واحده، اللي ما عندهاش كتحربل يا ربي سمحوا لي اللي ما عندهاش كطحن اللوز مع السكر، ومن بعد كدير المزهر والزبده وكتعجن. المهم هنايا بالنسبه للثيرموميكس انا غندير 20 سكوند فيتيس 10. صافي، وغيطحن ليا كلشي. يعني هاد الثيرموميكس كيسهل بزاف د الحوايج، يعني كنستغناو على الطحانه، على الميزان، على التخلاط، على يعني كيسهل معنا بزاف. المهم العقده ديالي هي وجدات، نحاول نهبط الجناب. المهم دابا انايا هنايا العقده ديالي هي هذه هي اللي بغيت، اللي حصلت عليها، وهذه العقده ناجحه. يعني البنات الوقت اللي كتكونوا كتخلطوا في العقده حاولوا تكون هكا، يعني كتكون كتعلق لكم. سمحوا لي راه الكاميرا وقفات ليا، خاصها تكون كتعلق. الا ما كانتش باش نقدروا نشكلوها اما كواري اما حرابل اما سيجار كيف ما بغيتوا، يعني خاصها تكون هكا، خاصها تكون معجنه. دابا في هاد الاثناء البنات غادي ندوزو نحضروا العجين. العجين حتى هي انا غنوجدها في الثيرموميكس، ولا اللي ما عندوش عند الثيرموميكس. انا ماشي كان درت لكم الثيرموميكس يعني خاصكم توجدوه بالثيرموميكس، انا غير انا حيت عندي بغيت نسالي. الوغ هنايا غنديروا 250 غرام ديال الطحين، 250 غرام ديال لافارين. هنا راه درت لا بالونس ديال الثيرموميكس ورانا كنعبر، يعني غير 250 غرام ديال لافارين. راه 250 غرام كتخرج لينا بزاف، ما تحكروهاش، شوفوا غير تقولوا هذه رابعه الطحين صافي، راه ما غاديش تخرج ليا، راه خرجت ليا تبارك الله بزاف. هنايا عطاتني هنا زدت البالونس، عطاني اكثر من 250، مي انا نقصت، انا بغيت غير 250 باش تجيني، حيت الا احترمنا العبار يعني كلشي كينجح معانا، ما كنحتاجوش نعاودو تاني. هنايا عندي 30 غرام ديال الزبده، حتى هي غادي بالثيرموميكس غندير لا بالونس وغادي نعبر 30 غرام ديال الزبده. الزبده تكون بحراره المطبخ.
انا تاني انا ديما كان انا عيني كبيره تاني الزبده تاني زدت اكثر من 30 غرام، انا نقصت شويه باش تعطيني العبار هو هذاك. صافي هنايا غادي نزيد تاني، غنزيد معلقه كبيره ديال الزيت كويه غاسوب ديال ويل هنا. البنات تاني اللي بغات تصايبها بوحدها بايدها كنحربلو الطحين مع الزبده هو الاول، وعاد غنزيدو هاد المقادير اللي غادي نوريكم دابا. غنزيدو معلقه ديال الزيت ومعلقه ديال سكر كلاصي، غير معلقه حيت الا زدنا اكثر من معلقه صغيره ديال الا زدنا اكثر من معلقه صغيره ديال السكر كلاصي العجينه يعني غيحمر لينا دغيا في الفران. يعني الا درنا غير معلقه صغيره ديال السكر كلاصي راه ما غاديش يحمر لينا، يعني غادي غيخرج لينا اللون اللي بغينا. صافي هنايا غادي هنايا غادي نزيد كاس ديال العنبه ديال المزهر، ولا ان غوبلي ديال الثيرموميكس، ولا كاس العنبه ديال المزهر باش غادي نعجن باش تتخلط. يعني حيت العجين خاصها تكون عندنا قاصحه، ما خاصهاش تكون رطبه. عجينه حلوه اللوز ضروري تكون قاصحه. صافي هنايا بالنسبه للثيرموميكس غندير 3 دقائق بيتخان، يعني بيتخان هو يعني غادي نعجن. اللي عندهم ثيرموميكس غادي يفهموا هذه القضيه، 3 مينوت بيتخان سينو ما كاينه العجانه راه غتعجن لكم. 3 دقائق حتى في ما كاينه العجانه 3 دقائق. هنايا انا عاد هذا هو الكوبلي ديال الثيرموميكس اللي عبار كاس عنبه ديال كاس عنبه، هذا العبار ديال كاس عنبه. سمحوا لي حيت انا كنديروا في اون ميم طون كنوجد الغداء لولادي، راه هادشي باش غتلقاو الهضره شويه متراجله. المهم سمحوا لي البنات الا خطا مني الا صدر مني شي خطا ولا عفوي سمحوا لي. المهم انا دابا نزدت كاس العنبه ديال مزهر. صافي هذا هو اللي غيحتاج يجمع لينا ربعة ديال لافارين. صافي كي قلت لكم 3 دقائق 3 دقائق صافي كتوجد لينا. انا تعمدت هنا ندير الثيرموميكس بالنسبه للبنات اللي عندهم كيفاش كيتعاملوا معاه، وبالنسبه اللي ما عندهمش العبارات راه هي راه ما كتبدلش، نفس العبار راه ما كيتبدلش باش الواحد كيبقى هاني ما يكونش لا غجيني العجينه رطبه ولا هادي ولا، يعني هذا هو العبار اللي كاين. صافي دابا هنا كملت، هذا هو العجين اللي حصلت عليه. واخا كتشوفوا العجينه قليله ما تحكروهاش، خرجت ليا بزاف وشاطت ليا العجينه. المهم هنايا انا درت العجين ديالي تصبيره والعقده، دابا هنايا غادي نغطيهم بالسلوفان يرتاحوا شويه. غير حيدوا البنات منكم العجز ونودوا ديروا الحليوات تشمروا على يديكم، راه ساهل، راه حيدوا غير العجز راه كلشي ساهل، حتى حاجه ما مستحيله، كلشي ممكن يتعلم وكلشي ممكن يدير غير شويه الزعامه. المهم هنايا من بعد ما شديت العجين ودوزته في الوراقه، والوراقه يا البنات العبار ديال الكعبه، ديال الكعبه خاصها تكون هي المقياس اللي قبل من الاخيره، اللي قبل من الاخيره خاصها تكون عجينه ديال الكعبه خاصها تكون رقيقه ماشي بحال الشكيلات الاخرين. المهم هنايا درت عقده اللوز درتها حريبلات. صافي حطيتها كيف ما كتشوفوا، كنحاول هنا في هاد الاثناء كنحاول نضغط، منها كنخرج البرد ومنها كنشكل الكعبه ديالي. صافي وحيت انا بغيتها تكون كعبه بلديه صافي كنقطعها بالجراره باش تجينا ديك السنينات ديال الجراره باينين،
وانا هنايا ما غاديش نقشو، مره اخرى ان شاء الله غنشارك معكم الكعبه المنقوشه. انا بصراحه كتعجبني الكعبه البلديه، حنا بلديين نبقاو في البلدي. هنا ثاني الكعبه ما تخلعكمش، ثاني العقده كنشد العقده، كنتني العجين على شكل على القياس اللي بغيت ديال الكعبه، انا درتها شويه كبار صافي. كنحاول نضغط ونخرج في البرد، هاد العمليه اللي كندير كنضغط في الجناب باش البرد يخرج لي، وكندير كنشكل الكعبه كيف يعني الشكل المعتاد راكم عارفين. صافي وغادي كنحاول نضغط من الجوانب ضروري، الضغط هذيك الضغط العمليه اللي كندير دابا ديال الضغط من الجوانب هذيك ضروريه. صافي كنشد الجراره ديالي وكنقطع كنقطع الكعبه ديالي، هالكعبه ديالي صدقوني البنات راه ساهل، راه حتى حاجه ما تخلعكم، راه انا ما كنت كنعرف ندير والو، ولكن شويه بشويه نتعلموا. علاش حنايا اللي بغينا الكعبه ولا بغينا شي حلوه نمشيو نشريوها؟ عندك واحد الساعه، واحد الساعه ونص المكانه من خديها من وقتك ونديروا الحلوه، الحلوه في ديورنا، وكتطلع رخيصه، كتطلع ارخص ارخص ارخص. الا مشيتي تشريها راه هذه راه غاليه، وكتعرفي شنو كتاكلي، يعني شي حاجه اللي مخلطاها بيديك. المهم اننا نستمر في الشكيلات ديال الكعبه ديالي. ها هي الكعبه ديالي، هي كتوجد ما كتطلبش يعني مجهود كثير. هاد الكعبه حيت العجين ديالو كتكون رقيقه يعني شويه خاصكم تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاه غير باش ما يتقطعش، وضروري من العجين تكون رقيقه. كي قلت لكم النمره اللي قبل من الاخيره ديال الوراقه، الا كانت عندكم اخر 8 نتوما كديروا 7 كل وراق ديالو، ما عرفتش انا كله وكيفاش كيدير. انا هنا كملت، ضروري من هذه العمليه الاخوات كتشدوا واحد الفنيته تكون نقيه. مهم صافي، وكنحاول ضروري نتقبوا كعبه بكعبه من 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 الجهه الدخلانيه والبرانيه، ضروري نتقبوا الكعبه ديالنا، حيت الا ما تقبناش الوقت اللي غادي نجيو نطيبوها غادي تنفخ، وإلا تنفخ التمر ديالنا كتمشي لينا هباء منثورا. يعني ضروري من تقبو الكعبه، ضروري ضروري. المهم حلوه الكعبه جميع حلويات اللوز الوقت اللي كنساليوهم ما كنطيبوهمش في نفس البلاصه، على الاقل على الاقل كيبقاو 4 السوايع ولا 6 سوايع او موان. انا هنايا حيت عندي الوقت انا غنبيتهم نخليهم ليله كامله باش الوقت اللي نبغي نطيبهم يعني الشكيه ديالهم ما كيديفورماش، كيبقى كيف ما صيبتو كيف ما كنحصل عليها في الاخر. ورابعه ديال الطحين البنات راها كتخرج، راها كتخرج، انا راه خرجت ليا هادو وراه شاطت ليا. الا شاطت ليكم العجينه ديال الكعبه ديروها في الكونجيلاتور، راه تبقى عندكم الوقت اللي احتاجيتوها كتجبدوها وكتخدموا بها، راه ما كتخسرش. لافونتاج ديال هاد عجينه اللوز وهو شي مره ديروا عندكم واحد الكيلو هكا خدموا به وديروه في ميكات يعني كواري قسموه وديروه في الكونجيلاتور، راه كيبقى صالح راه ما كيخسرش. انا مجرباه صافي، دابا غنخليه يبات حتى الغدا ان شاء الله. شوفوا البنات المهم ها هو دابا انا المهم بعد ما خليته ليله كامله شوفوا كي تشمع البنات، يعني تشمع يعني دابا ديجا راه كارم دابا يعني تشمع
الاخوات يعني هنا مبينة انهم غير خارجين الكلمه ها دخلتوا الفران انا هنا خرجتو هذا غنقول لك كنهضر قبل من ديجا انا ديجا خدمت من الفران يعني ما ديجا الاول دوزت على الباج ما صورتش انا غادي نصور معكم انا وريكم الفران شوفوا البنات كيفاش جا يعني خاصو يجي يد الكعبه الا بقات حتى الذهبات الا بقات حتى فاتت في الطياب راها كتخسر يعني ردوا البال. الحاجه الوحيده اللي خصكم تردوا البال في الكعبه وهي الفران. الفران ضروري. انا درته هنا على 180 خليته ميم با 10 دقائق مره مره كنطل كعب الكعبه خاصكم مره مره تطلوا يعني خاصو يبقى لينا بيض. هذا هو الحلاوه ديال الكعبه. صافي هنا غادي ندوزها في الناباج من برا ومن الداخل. صافي هاد الناباج ان شاء الله مره اخرى غادي نوجد معكم الطريقه كيفاش كيتخدم غير في الدار. كيجي بياض وزوين وغير زعموا عليها البنات غير زعموا المبتدئات. انا كنهضر مع الاخوات المبتدئات حتى انا المبتدئه بحالي بحالهم. صافي هنا الكعبة ديالي وجدات. شوف الشكل ديالها كيجي زوين غزال راقي يحمر لكم الوجه مع الضياف ديالكم. حتى عويناتك شبعيهم وكليها لدارك راجلك وليداتك عائلتك علاش لا علاش لا. الكعبة ماشي صعيبة. المهم البنات نخليكم وفي امان الله والسلام عليكم.